رجعنا لكم تاني بعد هذا الفاصل، وأنا بيسعدني ويشرفني جدا وجود المهندس أحمد تيسير رئيس مجلس إدارة المجموعة الاقتصادية لجمعية شباب رجال أعمال. أهلا وسهلا بيك، منورنا. الله يخليك فندم. يعني وإحنا بنتكلم كده عن هذا الاستحقاق المصري وبنتكلم عن دور المصريين في رسم مستقبل أفضل لمصر، سواء كانت بنعم أو بلا، أنت تنزل بتشارك في أنك أنت تمارس حقك الديمقراطي في مصر. شايف المشهد على مدار الثلاث ايام اللي فاتوا ازاي؟ بصراحه يا فندم احنا سعداء جدا، شفنا الشباب نازلين بكثافه، الستات المراه قامت بدورها والنزول، كبار السن. المشهد يعني كان فرحه للمصريين كلها، فرحه للمصريين كلها. فعلا انا عايز اقول لحضرتك يعني يمكن من ضمن الفرحه، واحنا بنتكلم في محاولات تشويه شغاله بشكل كبير جدا، ويمكن كان من ضمن الأحزاب اللي طالها هذه المحاولة كان حزب مستقبل الوطن. حقيقة وحزب مستقبل الوطن بصراحة طلع بيان، لأن كان في مشاهد كتيرة كانت موجودة في الشارع، وكان في كلام بيتقال عن كراتين وعن حاجات كتيرة قوي موجودة، وده موجود يعني لا يستطيع أحد أن ينكر إن مفيش كراتين موجودة في الشارع أو مفيش مواطن بياخد الكرتونة، بس توصيف هذه الكرتونة شكله عامل إزاي؟ تعالوا نشوف هذا البيان الصادر عن حزب مستقبل وطن بخصوص هذا الأمر. البيان بيقول إن تم تلاحظ خلال الأيام الأخيرة قيام جماعة الإخوان الإرهابية والموالين لها بمحاولات لتشويه صورة الحزب بعدما أثبت فعاليته وتواجده بالأوساط الجماهيرية، حيث اتجهت الجماعة الإرهابية لبث الشائعات من خلال ترويج صورة قديمة عن بعض الفعاليات الخدمية التي قام بها الحزب على شبكة التواصل الاجتماعي. وعلى ضوء ذلك قام الحزب اليوم الاثنين الموافق 22 إبريل 2019 بتقديم عدة بلاغات إلى النيابة العامة ضد عدد من الأشخاص والمواقع والصفحات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانها، ويهيب الحزب بالإعلام والصحف التفرقة بين جهود السادة النواب والجمعيات الخيرية المتزامنة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، والتي تعد عادات مصرية حميدة تقوم على أساس التكافل والمسؤولية المجتمعية بين جهود الحزب التنظيمية لدعوة المصريين للاستفتاء ووضع كل الصورة في إطارها الصحيح حتى لا تختلط الأمور ببعضها البعض. وبعد كده كان في تحية للشعب المصري العظيم الذي يملك الوعي والذكاء السياسي والمقدرة على عبور كل التحديات، وكان في إشادة كبيرة جدا بنزول المصريين بشكل كثيف في هذا الاستحقاق. طيب